السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة هعمل معاكم فيديو سريع شوية، معلش اعذروني ان انا فيديوهاتي شوية مقصرة، بس زي ما انتم عارفين احنا في 10 الاواخر من رمضان، و يعني الواحد بيحاول يجتهد شوية في موضوع ان هو يصلي ويقرأ قرآن وتهجد وتراويح وقيام وكل الحاجات دي. النهاردة هنعمل سكراب او مقشر للشفايف، لطيف وخفيف جدا على الشفايف ومكوناته سهلة جدا. هنحتاج معلقة سكر وهنحتاج لزيت جوز الهند، ممكن تستخدموا اي نوع زيت تاني، ممكن تستخدموا اي كريم مرطب عادي، بس انا شايفة ان زيت جوز الهند هيساعدك في ان انت تقشري الشفايف. السكر بس علشان ما حدش يجيب السكر اللي هو الخشن، احنا عايزين السكر اللي هو متوسط، يعني ما ينفعش سكر بودره وما ينفعش السكر الخشن قوي، احنا عايزين سكر متوسط زي ما انتم شايفين. هنحتاج معلقه، دول معلقه منه، هنحط معلقه السكر. الزيت بقى هتحطيها على حسب انت محتاجه قد ايه او انت حابه يكون قد ايه. انا عن نفسي شايفه انه بس انه السكر يتبل من الزيت وبس، مش هنحتاج نحط كتير، عشان كده هوريكم دلوقتي. نحط حبة قليلين زي ما انتم شايفين كده ونحطهم على السكر ونقلب. السكر المتوسط ده هيخلي الشفايف ما تتجرحش. السكراب ده نعمله مثلا كل اسبوعين، او بلاش اسبوعين، كل 3 اسابيع، يعني كل شهر مثلا، وبكده الشفايف هتكون على طول طرية والميك اب مش هيبقى شكله وحش عليها. زي ما انتم شايفين، زي ما قلتلكوا ان احنا بلينا السكر، بس عايزة اوريلكوا السكر بقى عامل ازاي. بس مبلول ما دبشي زي ما انتم شايفينه كده. انا هوريكوا بس شكله على ايدي زي ما احنا متعودين. انا بجرب السكروبات كلها على ايدي عشان اوريها لكم. اهو تبدأي تفركي كده الشفايف بحركة دائرية لحد ما المنطقة دي تنضف، او يعني الدموية تمشي فيها، وهكذا. السكراب ده هينضف وهيخلي لون الشفايف شوية وردي. وبعد ما بتخلصي خالص بتغسلي المنطقة دي بمية او بتمسحيها بمنديل خفيف وتسيبي الزيت شوية على شفايفك، وبعدين بتروحي تشوفي النتيجة. طبعا انا ايه مسحتها بس خفيف كده، وبعدين هوريكو النتيجة بعد ما اغسله. دي النتيجة بعد ما عملت السكراب. المنطقة دي جدا بقت ناعمة على عكس باقي المناطق، شوية بتتحرك. انا بحاول ابين لكم بخفة، حتى الحتة دي شوية جريت فيها دموية او شوية بقى لونها محمر، وهنا زي ما احنا. لو انت عندك حساسية من اي حاجة في الزيوت جربيها على المنطقة دي، عشان المنطقة دي هي اكتر منطقة حساسة، وتقدري تعرفي اذا كان عندك حساسية من الزيت ده ولا لا. وبكده نكون عملنا سكراب للشفايف، خفيف جدا وحلو. يا رب يكون عجبكم، ويا رب كل الفيديوهات اللي بعملها تكون بتفيدكم. ومستنيه تعليقاتكم تحت في الديسكربشن بوكس، وما تنسوش تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، سناب شات، فيسبوك، انستغرام، جروب الفيسبوك اللي بندردش فيه مع بعضينا. وبحبكم جدا، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. سلام عليكم.